تحت لواء الطبيعة ونظرا لأهمية التوعية البيئية والحفاظ على الثروة المائية، بننتقل لنشاط من تنظيم كشفت لبنان. جمع 60 مدرسة وحوالي 1000 مشترك للقيام بنشاطات وألعاب ترفيهية تمحورت حول هالمواضيع الطبيعية البيئية. إعادة كشافة لبنان بتدقب على الاهتمام بالشباب اللبناني والعمل على تنشئتهم الشخصية الاجتماعية والوطنية. نظم فرع الجرموزات بالجمعية لقاء وطني ضم حوالي 1000 جرموزة، حيث اجتمعوا بمدرسة شونفيل ديك المحدة وشاركوا بألعاب ونشاطات مختلفة. احنا عنا بكل مرحلة عمرية بنعمل بنسميه رالي، رالي هو تجمع لكل الكشافة من كل لبنان. يعني في عندك من جبل لبنان، من البقاع، في عندك من كل لبنان في جايين لهون لحتى يتسلوا وينبسطوا ويتعلموا اشياء عن النظافة كمان وعن الحياة الكشفية. يعني مثلا انا جوبي من طابلس عم نلتقى وعم نلعب مع غير جوبات، وحلو كثير انه مش بس طابلس مقفية. يعني ريم من سانكور باترول مشاركين بهالحدث الحلو. انا اصلا ماني مسؤول باللوفات بس جاي كرمال ساعد الصبايا. اول مره بشارك بهيك شيء وانا كان كثير حلو وكثير حماس. انه جورنا كثير مهمه لللوفات، يعني كثير حينبسطوا، كثير بيتعلموا وبيتعرفوا على غير جروبات من تقريبا كل محلات بلبنان. اللقاء تمحور حول موضوع المحافظة على المياه والاهتمام بالطبيعة وسط جو من الفرح والأغاني الكشفية المميزة. نحن منحب كشافة لبنان لأنه بتجمعنا بالمدارس وبتسلينا وبتعرفنا على بعض، وبنفس الوقت في لعب إنه لازم نحافظ على الطبيعة وهيك. يوم جمعتنا مش بس نلعب ونتسلى، جمعتنا كرمال نعرف كيف نحافظ على المي والطبيعة هي تحفظ علينا. نحن عم نعمل رالي ونحن مبسوطين كثير بهذا الشيء وبدنا كل مرة يصير. عم نلعب وعم نتسلى، ما في حدا زعلان منا. جايين حتى ننبسط، نتعرف على بعض ونتسلى. ما نكون متفرقين، لو خسرنا لو ربحنا ما في مشكلة. وننتقل الى رولا كساب حداد ضمن برنامج كلام بيروت. من صبحك بالخير رولا وللوزير دفريش. صباح الخير. صباح الخير. أهلا. صباح النور. تفضل رولا. يعطيكم العافيه. صباح الخير من جديد وصباح الخير معالي الوزير نبيل دفريش. ثاني اطلاله لك معنا من وقت ما تسلمت مهامك بالوزاره. سالتك كيف هالتجربه القصيره لحد هلا. راضي عنا؟ راضي عنا لانه فيها شغل كثير والحمد لله عم نشتغل. لنشوف اذا رح تكون كمان راضي عن هالمسائل اليوم المطروحه بالاعلام، موضوع الاستحقاق الرئاسي وكواليسه بضوء ما بدا انه انفتاح سعودي ايراني كيف ممكن ينعكس على لبنان. الملف الثاني اليوم يوم الغضب للنقابيين، مجلس النواب بجلسه اليوم يبدو انه رح يطلع رح يقر السلسله لكن لن ترضي النقابيين. وثالث مسألة مثول الجديد أمام المحكمة الدولية وتحديد موعد آخر لجريدة الأخبار. يعني هذا بإيجاز أبرز ملفات يلي رح نناقشها بهالحلقة. وبالطبع
يلي عم ينحكى عن تمديد محتمل لرئيس سليمان، الهجمة على زيارة البطريرك الراعي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ليش حزب الله بعده صامت إزاءه؟ يعني تفاصيل كثيرة أكيد المشاهدين بيتابعوها على حلقة على شاشة تلفزيون مستقبل. وبنختم حلقتنا لليوم مثل العادة مع التقرير الرياضي، وبكرة بنعطيكم موعد جديد بيبقى أنه يتمنى لكم نهار أربع حلو. موعد باي. قبل شهر على انطلاقة مونديال البرازيل عام 2014 تجمع ممثلي أكثر من 19 مؤسسة أمنية في مدينة ريو دي جانيرو لبحث سبل صيانة الأمن أثناء الدورة. شارك في هذه الاجتماعات الخاصة مسؤولين من الشرطة المدنية والولائية والاتحادية، إضافة إلى ممثلين من القوات المسلحة البرازيلية، وذلك قبل حضور لموكب قام فيه أفراد القوات التي ستوفر الحماية للسكان والزوار والوفود في مدينة ريو. الجنرال لويس إدواردو راموس وهو أحد المسؤولين عن الأمن بعد الدورة قال إنه يحتفظون باحترام كبير لمقام في رئيس الأمن في مدينة ريو دي جانيرو جوزيه ماريانو بيلترام، لكنه أشار إلى الوضع معقد جدا. والتقى في هذه الأثناء وزير الطيران البرازيلي ويلينغتون موريرا فرانكو بمنظمي مونديال البرازيل في مطار ريو دي جانيرو الدولي المشاركة في بروفة الاستقبال للوفود المشاركة في الدورة. وصرح الوزير بأنه يعتقد أن المطار ورغم أنه لا يزال يخضع لإصلاحات فإنه سيضمن أن الركاب والوفود سيلقوا ترحيب جيد عند وصولهم إلى المدينة. نبقى في البرازيل، حيث أعلن مسؤولين عن مراجعة الحسابات الحكومية أن نفقة تشييد استاد كأس العالم في العاصمة البرازيلية ارتفعت لثلاث أضعاف ما كان مقرر، إذ كلف تشييده الخزينة 900 مليون دولار أمريكي، ويعزي السبب ذلك إلى تعاملات شبه الغش والخداع. ارتفاع النفقة جعل الاستاد تاني أغلى ملعب لكرة القدم في العالم، رغم أن المدينة لا تمتلك فريق محترف لكرة القدم. استاد مينغارينشا المحاط ب 288 دعامة للسقف عالي التقنية يلي بنظف نفسه بنفسه أصبح أحد أغلى المشاريع في ميزانية البرازيل لكأس العالم البلغة 11 بليون و 500 مليون دولار. ووصف منتقدي الحكومة الاستاد بأنه خير رمز لسوء الإدارة الحكومية والفساد. وقد أشار محللين للمعلومات الواردة من محكمة الانتخابات ارتفاع المساهمات الانتخابية المقدمة للمشرعين من قبل الشركات المساهمة في مشروع كأس العالم. وقد تضاعف ل 500 مرة المال المقدم كمنحة للانتخابات من الشركة الرئيسية المسؤولة عن تشييد استاد مدينة برازيليا. العلاقة المالية بين شركات البناء والسياسيين يزيد من شكوك أفراد الشعب البرازيلي بشأن التحضيرات لبطولة كأس العالم الشهر المقبل، بل وهناك اتهامات صريحة بالفساد وتساؤلات عن كيف يثق الشعب في السياسيين للإشراف على بطولة كأس العالم بعد انتفاعهم من علاقاتهم بشركات التشييد. ووجد فريق المراجعة أنه 275 مليون دولار من نفقة تشييد الاستاد كانت نتيجة لمزاعم بتحديد الأسعار، وذلك رغم أنه الفريق لم يراجع سوى 3/4 جملة الأموال المنفقة. إلا أن وزير الرياضة بالبرازيل ألدو ريالو كان قد ذكر في بداية الشهر الماضي أنه لا توجد أي ناحية لم يتم فحصها وليس هناك أي خطر في وجود تعاملات مخالفة لا يمكن التحقيق فيها أو معاقبة مرتكبة. صدحت الجماهير بأغنية القمر الأزرق في مدينة مانشستر عندما احتفل النصف الأزرق من سكانها بفوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في 3 سنوات. بدأ اليوم بأمطار متفرقة ثم تفرقت السحب وشهد عشرات الألاف من المشجعين في المساء سماء زرقاء تجلت في وقت الاحتفالات بالفوز باللقب. مانشستر نجح بلقب الدوري بنتيجة الانتصار في اليوم الأخير بهدفين دون مقابل على وستهام لينهي الموسم متقدما بنقطتين على ليفربول. يذكر أنه مانشستر فاز أيضا في الموسم الأول لمدربه مانويل بيليغريني بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم. كابتن مانشستر سيتي فينسنت كومباني قال مانشستر زرقاء اليوم هذا منظر رائع. غريم سيتي اللدود مانشستر يونايتد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2011 و2013. وقد ارتقى مشجعي مانشستر مواقف حافلات الركاب ومقدمة المتاجر لمشاهدة حافلة الركاب التي أقلت لاعبي الفريق محاطة بفيلق من رجال الأمن عندما جابت شوارع المدينة. وصدح نجم خط الوسط لدى مانشستر يايا توري بالغناء من قمة حافلة الركاب. وبدأت الاحتفالات باستعراض لأحداث الموسم على شاشة عملاقة نصبت أمام مجلس بلدي مدينة مانشستر، ثم عرض اللاعبين المشجعين كأس الدوري. سيسافر الفريق إلى أبو ظبي في فترة لاحقة للالتقاء بصاحب الفريق الشيخ منصور قبل خوض مباراة ودية ضد فريق العين. قبل أسبوعين على استضافة حلبة موناكو في مونتي كارلو لبطولة الفورمولا 1 كانت الحلبة مسرح لسباق مختلف وهو سباق للسيارات العتيقة. نظم نادي السيارات في موناكو منذ العام 1997 بطولة موناكو التاريخية لسباقات الجائزة الكبرى مرة كل عامين، وجرى دائما على حلب ذاتها التي تستضيف سباقات الفورمولا 1. وتشارك في هذه البطولة السيارات التي شاركت في 50 سنة الماضية في سباقات الفورمولا 1 والفورمولا 2 وعدد من سباقات الجائزة الكبرى التاريخية المختلفة. وتنظم هذه البطولة على شكل سباقات لفئات مختلفة،
وكان الفوز بلقب 5 من السباقات السبعة من نصيب سائقين بريطانيين، بينما فاز ياباني وإيطالي بالسباقين الآخرين. السائق روجر ويلز فاز على سيارة كوبر كليماكس تي 51 بسباق سيارات الفورمولا 1 وفورمولا 2 قبل عام 1961، بينما فاز بفئة سيارات الجائزة الكبرى لفترة بين 61 و65 السائق أندي ميدلرز على سيارة لوتوس كليماكس 25، وهي السيارة ذاتها اللي قادت السائق جيم كلارك للفوز بسباق 63، وشاركت 40 سيارة في سباق الفئة بين عوام 52 و55. وفاز السائق الياباني كاواتساكي كوبوتا بلقب سباق سيارات الفورمولا 1 للفترة بين 66 و72، أما بلو باريلا ففاز على سيارة شيفرون بي 34 بلقب سباق سيارات الفورمولا 3 للفترة بين 74 و78، وكان الفوز بلقب السباق الأخير لسيارات الفورمولا 1 للفترة بين 73 و78 من نصيب مايكل لونز على سيارة هاسكث 308A.